لكم احنا في أزمة بسبب رفع الإيجارات، لأن يعني هاي محلين جيراني سكروا مغسلة مطعم شكو ماكو، وقبل هني محل الشموخ اللي أنا بعته رأيي بعد سكره، هناك مطعم بلامبي سكر، اللي جنبه سكر عالم التبور ما أدري والله، اللي جنب عالم التبور سكر، الكوفي اللي جنبه بعد سكر. في خلل، يعني ليش قاعدة تسكر؟ مش معقولة كل هالمشاريع فاشلة. في محلات اكي فاضية، خلاها من متى فاضية ما حد أجاها. في محلات قدام، في محلات هني سألها ثلاث سنين ما حد أجرها. ليش يا جماعة؟ أتمنى وزارة التجارة والاقتصاد تراجعون نفسكم وتشوفون ليش المشاريع قاعدة تفشل وشنو سببها. ليش ما السبب اللي يخلي هالمحلات تسكر؟ وزارة التجارة، يعني أكيد عندكم مهندسين، عندكم ناس دارسة بزنس، عندكم ناس فاهمة، يشوفون يسوون دراسة يشوفون ليش الناس قاعدة تخسر، ليش المشاريع كلها قاعدة تسكر؟ مش معقولة كل هالمشاريع فاشلة.